حضرتك انت لهلا بنتي. تفضل فؤاد. مساء الخير. يسعد مساك، اهلين وسهلين يا ابني. لقيتي؟ شلونك عمو؟ الحمد لله. فهمتي انه كان فهمان غلط ولا بده يطلع مثلهم؟ انا اسف لاني فهمت موضوع رحاب غلط. انتوا لازم ترفعوا دعوة على المستشفى. شو راح تفيد الدعوة؟ ما اللي راح راح. لازم ترفعوا دعوة طالما اعترفوا انه الخطأ من عندهم. هاي حياة بني آدم مو لعبة. يعني إذا رفعنا دعوة بتطيب من المرض؟ معقول يا ابني حدا بيرفع دعوة على الحكومة؟ أنا رح أرفعها. وأنا رح أرفعها معك. أنت؟ إيه أنا. رح أوكل أكبر محامين بالبلد. هذا إهمال لازم يتحاسبوا عليه. صح. والله يا ابني إذا شايف إنه بنكسب الدعوة أنا برفعها. ولو إنه نحن بدعوة واحدة مو خالصين. أنت خليك مرتاح عمو. رحاب هي المتضررة. هي اللي لازم ترفع الدعوة. كل تكاليفها أنا راح أدفعها. رحاب بترجاكي ما تبكي لأنه الزمن ما راح يرجع لورا وحقك راح تاخدي. حقي؟ أنا بقدر آخذ حقي؟ كيف؟ كيف؟ بدون ما تشرب قهوه. قهوتك مشروبه على اذنك. الله معك يا ابني. مع السلامه. الله يخليك لأتركها. انا متاكد انه هي بتحبك. هي قالت لي انك قد احسن واحد. وحياتك ما رح تتركها لو بتموت. وهذا الشيء خليه يصير بيني وبينك.